دريم، قولي لنا بقى ايه برضو سر اهتمامك بالثقافة الكوري، وازاي انك انتي يعني قدرتي تعملي المنتجات الكورية دي، او مش الكورية اللي شبه لا المنتجات الكورية؟ هو الموضوع ابتدى معايا برضو يعني بحاجة شبه نور شوية، ان انا في 2016 كنت من ضمن متابعين فرق من الفرق المشهورة يعني حلو. في كوريا، وكنت على قد اللي هو ايه ايوه، اللي عمل الاغنية المشهورة دي، هم عارفة ايه؟ ستايل. داينامايت. لا، حاجة ستايل، مش اي فاكرة اسمها ايه. جامنام ستايل. جامنام اي ستايل. اي مش هي دي، هو مش ده حاجة هي. برضه تبع نفس ال يعني نفس الفرق وكده، ان كيبوب هو اكتر حاجة انتشرت عندنا في مصر يعني. فوقتها كنت يعني لو انا اللهم جمال وكده، طب عايزة ابتدي اجيب لهم حاجات او اشوف طب ازاي اقدر اوفر حاجاتهم هنا. فجيت في 2018 كان عندي 13 سنة يعني، قررت ان انا طيب انا هجرب يعني، انا هبتدي اجرب اعمل اي حاجه ليها علاقه بالموضوع، على اساس ان وقتها ما كانش فيه مهتمين بالثقافه الكوريه زي من بعد الكورونا او كده. فدلوقتي ساعتها كنت ابتديت على قد حاجات صغيره، بادجت صغيره على قد صحابي او اللي انا عارفاهم بيحبوا الموضوع يعني. بعدها مع الوقت الموضوع كل ما هم انتشروا كل ما الموضوع هنا بقى اكبر، فكل ما احنا بقينا بنستفاد اكتر، سواء اللي بيروج للثقافه او اللي بيحاول يعمل برودكتس ليها علاقه بالموضوع يعني. انا قريت حاجه ان كان ورا كل الشغف ده تعاطفك مع فرقه معينه، كانت يعني في رابطه او في موقف ان هما ليهم رساله انسانيه لمستك انت شخصيا، ومن هنا جه الربط والحب ايوه حقيقي. والاهتمام. ممكن تقوليها لنا؟ هو الموضوع ابتدى مع يعني الفرقه اللي حضرتك بتقولي عليها. هو انا اسمها كنت ايه الفرقه؟ بي تي اس، بي تي اس. هي اوكي، اكتر فرقه مشهوره اشهر هنا فرقه في كوريا. اوكي يعني، وكمان اكترهم يعني شهره هنا في مصر. تمام. وقتها وقت ما تبعتهم انا يعني كان عندي زي اي حد في سني يعني بعض المشاكل بواجهها بقى، سواء دراسيا او نفسيا او كده. فصراحة هي الرسالة بتاعتهم اثرت فيا بشكل كبير يعني، بقيت اللي هو عندي confidence اكتر. الرسالة بتاعتهم هي اصلا عندهم يعني series of album اسمه love yourself. دي مهمة قوي، حبي نفسك. كل أغنية لوحدها يعني، كل أغنية ليها رسالة ليها كليب، هم نفسهم قريبين قوي من الفانز، فبيخلوا الواحد يحس ان هم لا هم مش فرقة بعيد زي الفنانين او كده، لا هم قريبين، يتكلمونا، هم هم شبهنا. قريبين مننا جدا. تمام. بس فمن بعدها انا ارتبطت بيهم جدا يعني، فحبيت ان انا اشوف طب الفانز بتوعهم اسمهم ارمي، حبيت اشوف طب احنا عندنا هنا في مصر يعني مهتمين بالموضوع ولا لا. من هنا حبيت ان انا زي ما هم فادوني انا كمان اعمل حاجه يوسفول ليها علاقه بيهم، ما يبقاش مجرد ان انا وهل ده فان السبب اللي تم تكريمك عشانه؟ يعني بشكل او احنا باخر. معانا صور كده للتكريمات، سفير الكوري. صوركم مع السفير الكوري. احنا ساعتها رحنا السفاره، لان احنا بالنسبه للسفير احنا يعني ناس محبين قوي للثقافه بتاعتهم ومروجين ليها. انتوا اللي تواصلتوا ولا هم اللي تواصلوا معاك؟ انا السفير قابلته، دي المقابله الثالثه ليا معاه، هو عارفني اصلا. انا قابلته قبلها في فعاليات المركز الثقافي الكوري بيعملها. هل ده علشان يقرب كوري؟ الناس. هو ده. لا، ده صديق كوري مش سفير. لا، اللبس. اللبس ده الهامبوك، الزي التقليدي بتاعهم. اوكي. بيلبسوه في اعياد وكده. فانا في فعاليات المركز الثقافي الكوري بيعملها، فالفعاليات دي انا كنت انا دايما بروحها، دايما اصور للناس الفعاليات دي عشان يشوفوا بيقربوا. ولكن هل زرتي كوريا؟ لا لسه. ولا انت يا دريم؟ اتمنى ازور. بس فمن خلال الفعاليات دي عرفت السفير الكوري، وانا تواصلت معاه بشكل يعني على الفيسبوك وكده، وبتكلم انا وهو. بتكلمي كوري؟ بتكلمه كوري وانجلش الاثنين. اوكي. فبعدها اتكلمنا يعني ان انا يعني عايزه اعمل معايا مقابله ونتكلم فيها عن العلاقه ما بين مصر وكوريا. هو راح رحب ده وقال لي تمام وتعالي السفاره. هو ده اللقاء؟ ده اللقاء. ودريم كانت بتصورني و... انا رحت صورت. انتوا تعاونتوا مع بعض؟ احنا صحاب اوريدي اصلا. أيوة. فعشان كده بنحاول نساعد. طب ايه اغرب حاجه في الثقافه الكوري؟ اغرب حاجه؟ وانت في المنتجات الكوري. المنتجات هي مختلفه شويه عن حاجات عندنا هنا يعني، هنا عندنا الارتست مش بيعملوا نفسهم ميرش او حاجات غير التي شيرتس والسي دي، دي الحاجات التراديشنال المعروفه. انما هم بره مهتمين بحاجات مختلفه شويه يعني، هم ليهم فايبس معينه كل اللي بيحبهم بيحبها، عارفه كده. هو يعني هم مثلا في لبسهم بيلبسوا دايما الكبات المخرمه، احنا عندنا كبات عادي. صح، زي اللي احنا شايفينها هنا. او البوكيت هات برضو بتبقى زي، بس انا مش زي معايا برانيت الصيادين. ايوه بالظبط. ايوه كده. بتبقى برضو عندهم فكره ان هي مخرمه او نازل منها سلاسل او كده. البرودكتس ممكن يعني الحاجه العاديه تقريبا في اللي انا بعمله ممكن تبقى الاقلام والنوت بوك.
حاجات مين اللي احنا عارفينها يعني زي كل الحاجات المتعارف عليها. في بقى البوك مارك، يعني هو مش منتشر عندنا بس اللي هو زي ده بالظبط اللي هو الفاصل ده اللي بنحطه في